أبتي نتكلم من رسول الله ونتعلم عن إدريس نبي الله صلى الله عليه وسلم. هو أول من خط بقلم، ما أجمل ذلك من علم. من قد وافق هذا الخط فله حظ من ذي النعم، لعلوم قد فتح الباب مثل الفلك وعلم حساب. قد أثنى الرحمن عليه مذكور في خير كتاب، بعراق وبأرض نخيل عاش الجيل وراء الجيل. لكن هاجر منها يوما وأقام على أرض النيل، ورسالته بين الرسل قد جاءت بعد أبي البشر. وروت بعضا من سيرته كلمات من خير البشر. كان كريما كان تقيا، عدلا صديقا ونبيا. أمر الله بأن نذكره، رفع مكانا كان عليا. كان كريما كان تقيا، عدلا صديقا ونبيا. أمر الله بأن نذكره، رفع مكانا كان عليا. صدقا صدقا يا أبتا، ذاك حديث ما أحلى، في القلب ستسكن ذكراه.